اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 60 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر أمنية في جنوب الضفة الغربية أن قوات الاحتلال اعتقلت 28 شخصا من محافظة الخليل و14 شخصا من محافظة بيت لحم بعد حملة مداهمات وتفتيش تخللتها مواجهات عنيفة. كما اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من مناطق بوسط وشمال الضفة الغربية وثلاثة من القدس المحتلة.